وفي زاوية أخبار الكوكب بعض أخبار الفن والفنانين حول العالم والعالم العربي لهذا الأسبوع. مع أنه وجود رئيس دولة يعتبر بحد ذاته فضيحة، إلا أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اللي معيشنا فيلم أمريكي طويل بيتصرف زي الفيروس اللي بعيد إنتاج نفسه كل الوقت، يعني ماكينة فضائح وماشية في كل المجالات. الله وكيلكم. آخر فضيحة أشعلت الإعلام والرأي العام الأمريكي هو الكشف عن علاقة جمعت بين ترامب وممثلة إباحية اسمها ستورمي دانييلز، ورجاءً ما تدوروا على اسمها في جوجل. ترامب تعرف على ستورمي عام 2006 بعد شهور قليلة من وضع زوجته ميلاني ترامب لمولودها، وأقام معها علاقة استمرت حتى العام 2011. الفضيحة الأكبر هي أن الزوج الخائن ترامب حاول من خلال محامية عام 2006 في عز الحملة الانتخابية الرئاسية أنه يشتري صمت الممثلة الإباحية ب 130 ألف دولار، الصمت اللي استمر حتى الأسبوع الفائت. وحتى الفضيحة القادمة نبقى مع الخبر التالي. طبعا سعيد لأولاد وبنات جيل الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. واحد من أشهر المسلسلات الكرتونية كابتن ماجد سيعود في شهر نيسان القادم. نعم إنها الضربة القاضية الملتفة اللولابية اللي فيها متوقع يعود كابتن ماجد وأصدقائه لصدارة العالم التلفزيوني عند أطفال اليوم اللي ما بيعرفوه. المسلسل الياباني الشهير المصنوع بتقنية فن المانجا وهي الكوميكس الياباني راجع ليحكي نفس القصة لكن بجودة فنية عصرية. السؤال هو، بما أننا صرنا في عصر أسرع بكتير، هل بدها تستمر الهجمة الواحدة ثلاث حلقات زي في الماضي؟ تنوضح السؤال اتذكرنا بهذا المقطع من برنامج بث بياخة اللي انعرض قبل 5 سنين على اليوتيوب وعلق على هاي النقطة تحديداً. وبعد خسارة مريرة في مباراة سابقة وشوط أول أداءه ضعيف، هل سيستطيع الكابتن ماجي إنقاذ فريق الفوصلي في آخر لحظات المباراة؟ سوف لن أكرر ما حصل في المباراة السابقة. هذه المرة لقد بذلنا قصارى جهدنا في التدريب، سنريكم قوة أشبال الفوصلي. سنسحقكم مرة أخرى علما أنني أشعر بتلبك معوي. سأريك يا كابتن سمسم ما في جعبتي اليوم. إني أنتظرك بفارغ الصبر يا كابتن ماجي. سأريك. هيا. سأريك. قلت لك هيا. هيا يا ماجي، أرنا ما تناولت أحسن به. الله ما أحلام لسه كتير حلو عن جد. اسمع، تعرف غنوية ثلاث بقات؟ ثلاث دقات؟ لا ثلاث بقات، بقات يعني الولد صغير لما ببق بزي بقشط الحليب. لا ايش هاي؟ اسا بقول لك شو هاي. الإعلام اللبناني الساخر فؤاد يمين شكله خلف وحلف يمين على الخلفة، يمين بق الحصوة اللي كتير أهل جداد حابين يبقوها، وزوجته اللي كتير مغشي شاركته في الموضوع. تعال نشوف شو نشر على الفيسبوك. نحنا من فترة صار عنا ولد صغير، اجع الحياة وجد معه حب كبير، بس المشكل انه بيخفى كل نهار وبيوعى بالليل ونحنا دغري من نهار. بارح دشينا وبقي ثلاث دقات واضطرينا انه نغير له ثلاث بيجامات. هو لو يخفى شو كانت احلى الحياة، شو بدنا نعمل؟ رحت انا غنيت ويلا يلا ينام لتبحل وطير الحمام. وليش يا حبيبي ما بتنام؟ ويا عيني يا سيدي رح يجي يوم بركي بيطلع كم ساعة نوم، أو يمكن يبقوا بالأحلام. بارح دشينا وبقي ثلاث بقات واضطرينا إنه نغير له ثلاث بيجامات. هو لو يخفى شو كانت أحلى الحياة، شو بدنا نعمل ومنفوت النام؟